سنعود إلى رام الله ونستقبل معنا أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي. دكتور مصطفى أهلا بك معنا دائما في سكاي نيوز عربية. إنها الجولة الخامسة من عملية تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، يرافقها أجواء من الهدوء بعد تمديد هذه الهدنة. أي أثر بداية دكتور تركته هذه الجولة أو هذه العملية بشكل عام على المستويين الاجتماعي والسياسي، وإلى أي مدى يمكن البناء عليها؟ تقصدين وقف إطلاق النار؟ طبعا وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والحديث الآن عن تمديدها لأيام جديدة. نعم، من الملفت للنظر أنه عمليات تبادل الأسرى التي تجري الآن ترافقت مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى القتلى الذين خسرهم في هذه المعارك والذين يزيد عددهم عن 390 ربما، هو أنه خسر 1000 جريح ومن بينهم 200 في حالة خطر شديد، يعني قد يموتون قريبا. وهذا له معنى كبير إنه العملية العسكرية الإسرائيلية لم تحقق الأهداف التي سعت إليها، وتكبدت إسرائيل خسائر كبيرة، ولكن الخسارة الكبرى هي ما قاله رئيس أظن لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الشيوخ الأمريكي، إنه إسرائيل فقدت العالم، وهناك انعطافة عالمية كبرى ضد ما قامت به إسرائيل ومن جرائم. عمليات تبادل الأسرى تفتح الأبواب على مصراعيها الآن لأمل بأن يتوقف هذا العدوان كليا وأن نرى وقف إطلاق نار شامل وكامل. هل تعتقدون ذلك دكتور؟ يعني تتحدثون أن إسرائيل اليوم فقدت العالم، إلى أي مدى هذا الواقع يضعها أمام تحدي وقف هذه الحرب بشكل أو بآخر؟ والوسائل وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذه الأثناء تتحدث عن إمكانية صفقة الكل مقابل الكل وتنتهي هذه الحرب. هذا ما طالبت به المقاومة منذ اللحظة الأولى، كل الأسرى مقابل كل الأسرى، وتستطيع إسرائيل أن تحصل على كل أسراها، لا أحد يريد أن يحتفظ بهم إلا من أجل أن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وبعضهم له في سجون الاحتلال 44 عام مثل الأخ نائل البرغوثي، أو كثيرون منهم من محكومين أحكام مؤبدة لمئات السنين وألاف السنين، لا يمكن أن يتم الإفراج عنهم إلا بعملية أسر إسرائيلي، وهذا ما حدث. وبالتالي نعم، الجميع مقابل الجميع، هذا المدخل، ولكن كل هذا الذي يحدث له أسباب. السبب الأكبر والأهم صمود وبطولة الشعب الفلسطيني الذي أفشل الهدف العسكري الأساسي لهذه العملية. الهدف العسكري الأساسي كان لكل العملية التي جرت تطهير عرقي لكل قطاع غزة وضمه لإسرائيل، هذا فشل. الهدف الثاني أصبح تطهير عرقي للشمال وللوسط غزة، وهذا أيضا فشل. الهدف الثالث كان كما قالوا تصفية حركة المقاومة الفلسطينية بكل مكوناتها، وهذا أيضا فشل. يعني ينتقلوا من فشل إلى آخر، ولم يعد هناك أهداف سياسية لهذا العدوان. يعني هم طبعا بيكرروا أشياء، بيكرروا شعارات، ولكن في التطبيق العملي فقدت إسرائيل الزخم، فقدت الرأي العام الدولي، فقدت القدرة على الاستمرار، وأنا برأيي فقدت حتى التأييد الأمريكي المطلق الذي كان موجودا سابقا. وسمعنا اليوم كيف اعتذر الرئيس الأمريكي للجالية العربية والإسلامية عن فشله في رؤية معاناة الشعب الفلسطيني وحجم الضحايا الذين تعرضوا لهذا العدوان الإسرائيلي. كلها عوامل تؤثر وتلجم إسرائيل في الواقع ما نراه، تلجمها إلى حد إسرائيل أن تتراجع عن هدف هذه الحرب الرئيسي، تفكيك حماس. يعني اليوم استمعنا إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعود ويكرر ويقول أن تفكيك هذه الحركة سيستغرق وقتا، وبالتالي هناك الكثير من الرسائل الإسرائيلية التي تطلق بين الحين والآخر تؤكد على إمكانية عودة هذه الحرب بشكل كبير جدا دكتور، وتلميح إلى عملية عسكرية في الجنوب هذه المرة في جنوب القطاع. أنا لا أقلل من خطرين، أولا أن هناك فاشيين في إسرائيل يجلسون في مقاعد الحكومة ومنهم سموتريتش وبن غفير وجالانت وآخرين الذين قد يدفعوا الأمور في اتجاه تصعيد من جديد، هذا وارد جدا.
ولا أقلل أيضا من خطر آخر، وهو أنه نتنياهو وكل أركان حكومته يخافون الآن من توقف الحرب، لأنه سيتعرضوا الآن للجان التحقيق التي ستوصي بإبعادهم عن مناصبهم. وبعضهم مثل نتنياهو إبعاده عن منصبه يعني ذهابه إلى السجن بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه. هذان عاملان موجودان طبعا وقد يؤثران، ولكن بالمقابل في مؤسسة كاملة إسرائيلية، مؤسسة عسكرية، مؤسسة استخباراتية، مؤسسة سياسية، تشعر الآن بحجم الخسائر التي تتكلفها إسرائيل. 52 مليار يقدرون تكلفة العملية العسكرية. اضطرت إسرائيل أن تستدين 6 مليارات دولار وتدفع فوائد عالية جدا لسد العجز القائم. انهيار في القطاع الصحي، انهيار في الزراعي، انهيار في القطاع السياحي. اليوم لديهم اضطرار أن يسرحوا عدد كبير من الجنود لكي من الاحتياط لكي يعودوا إلى أنشطة الاقتصاد. كل هذه عوامل تؤثر. بعدين لو شنوا عدوانا على الجنوب وبدأوا بمجزرة جديدة كالتي جرت في الشمال، وستكون أفدح وأخطر بحكم الكثافة السكانية الهائلة الآن للمتجمعين في الجنوب. كيف سيحتملوا كل هذا الغضب العالمي من ناحية؟ وكيف ستستطيع الولايات المتحدة أن تهرب من الانتقادات؟ ويبقى السؤال الثالث، ما الذي سيحدث في هذه الحالة على الجبهة الشمالية؟ وما الذي سيحدث على مستوى المنطقة؟ قبل ما ينتهي وقتنا، هل تؤخذ كل هذه العوامل على محمل الجد اليوم في هذه المباحثات التي تعقد في الدوحة؟ إن اليوم مباحثات على مستوى استخباراتي رفيع جدا، هل برأيكم بإمكانه أن يخرج بمخرج، خليني نسميها بهذه الطريقة، لهذه الحرب؟ دائما أجهزة الاستخبارات هي التي تأتي لتنقذ الحكومات على الأقل في حالة إسرائيل يعني، وإلى حد ما في حالة الولايات المتحدة تخرجهم من المآزق. وبالتالي أنا أعتقد أن ما يدور عليه الحديث الآن في الدوحة بمشاركة رئيس وكالة المخابرات الأمريكية المركزية، وهو يعني دبلوماسي مخضرم معروف، كان سابقا نائبا لوزير الخارجية، إضافة إلى رئيس الموساد الإسرائيلي، إضافة إلى الأجهزة القطرية والمصرية، أنا أعتقد أن الحديث لا يدور عن مجرد تجديد وقف إطلاق النار ليومين أو ثلاثة. الحديث بالتأكيد يدور عن وقف إطلاق نار شامل وكامل ووقف لهذه الحرب، والحديث يدور عن إمكانية تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى كبيرة وشاملة. هذا ما يدور عليه الحديث على ما أعتقد، وأعتقد أنه هذا كله لصالح الشعب الفلسطيني، لأنه رغم الضحايا الهائلة التي قدمناها كشعب فلسطيني، نحن كسرنا الهدف العسكري الإسرائيلي الأساسي والسياسي الأساسي. وأنا أشدد على ذلك، هذا أعلن نتنياهو في بداية الحرب ثم صمت عنه عندما فشل في تحقيقه. كان الهدف المركزي أن ليس فقط أن يبيد حركة حماس، أن يبيد وجود الشعب الفلسطيني في كل قطاع غزة، وأن يرحل كل أهل قطاع غزة إلى مصر، وأن يسوي قطاع غزة بالأرض ويضمه لإسرائيل. وهذا مغزى الخارطة التي حملها في الأمم المتحدة بهذا المضمون. هذا الهدف فشل فشلا كاملا، وبالتالي العملية العسكرية الإسرائيلية فشلت. سنكون بانتظار إن كان سيتراجع عن هذا الهدف لربما في الأيام المقبلة. شكرا جزيلا للدكتور مصطفى البرغوثي اللي شاركنا الليلة من رام الله، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. شكرا.